اسف حقا تكرر شيخ فارس تمام زعلكم احب اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن على مين؟ على اطلق مطربة تعرفت عليها السورية، يعني من اجمل ما خلق ربي بالنسبة للسوريين، بالنسبة للشباب، اي شاب سوري ما في احد ما كرش عليها. طبعا هيفاء وهبي، كم عمرها؟ 52 سنة، 30 اكبر من ابوي، بس لو تشوفها اصغر مني يعني. طبعا ما في احد ما يحبها الا انا شخص ما يحبها، بس ودي احبها قصن يعني. ليش؟ لان انا صانع محتوى، هو اي صانع محتوى لازم يحب اي شيء قدامه، الا انا ما احب مفلوكس، مفلوك ما اطيقه ابدا، طبعا غير الجيز دولة. فهيفاء وهبي منزل غني اسمه وصلت لها، او خذ بالك دي قادرة تغيب، خالها تغيب تصطبل ان شاء الله ما ترد. طبعا صار لها ترند في تيك توك، اوكي ترند اسمه وصلت لها، عليه 210 فيوز، فحنا بنشوف وبنط عليه رياكشن. بس تعرفون يعني انا شخص لا احب لا اتمسخ ولا اي شيء، بس احب يعني اعطي رياكشن. فلا تنسوا لايك واشتراك وسوي وجهه تحت صندوق الوصف من عليه كام. طبعا يا سناب بعد صلوا على النبي، سبحان الله بحمد الله العظيم، ليتس جو نبدا المقطع. طبعا هاي مز دعاء بتلذينا، حلوة هو الوحيد الشين انا حرفيا يعني، بس حلوة. ما ودي اوريكم الكليب عشان ما اكل عليك برايت، ماني فاضي. هذه قاعدة تقصص يا مكس، طبعا هذه ضحى، كنت بدي اقول دعاء، هذه ضحى. انا شخصيا ما اطيقها صراحه، وكنت متاكد انه اول ما تزوجهم كان زواجهم مصلحه، ولما تطلقهم برضو طلاقهم كان مصلحه يعني فلوس. طبعا انا عشان كذا ما راح اتزوج اي مشهوره، ان شاء الله يكون عندها 300 متابع. طبعا ليش اقول 300 متابع مشهوره؟ لان انا عندي بس 2000، اوكي. طبعا هي تونسيه والتونسيات حلوات ما يحتاج. انا اسمع اغنيه تامر عاشور وهي تسمع اغنيه هيفاء وهبي، واللي كلم الثاني ام رقاص. طبعا شوفوا هذا لانه حلو، مقطع جاب 400 وكم تقريبا حول النص مليون لايك. لو انا سويه كان حضر حسابي، حظي وعرفه. لا انا والله عارف حظي، عارفه. معقولة ما في رجال يرد حقنا؟ أنا رد حقكم. وخدي بالك هو أدري غيب. إيش كانت الغنية؟ وخدي بالك هو قادر يغيب برضو يعني. لا رديت لكم حقكم إن شاء الله. لا تقطعك. شنو هذا؟ طبعا انا اكره اي بنت تصور زي كذا، واكره اي بنت تروح النادي من الاخير، مو النادي، الجيم نفسه. طبعا هذه اسمها نانسي، تمام، حللت عرض 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 الغنية، ممكن لها 400 مقطع فيديو. طبعا كلهم تيم، بس انه لو نرجع على حسب الكلام لو كان هذا منطقي بيصير. طبعا هذا ما شاء الله عليه قديش كان رجال وقتها. يا جماعة انا راح اصبر على هذا ترند، تمام، وفي المقطع الجاي بوريكم ايش كانت النتيجة. اذا ما حضر حسابي انا ما اكون محمد، صدقوني. طبعا بيسان زينة لانها صغيرة. حيا طبعا الحين سؤال، هذا ما يجرثم؟ هذا ما يجرثم؟ شوف احس براطمها منه والله العظيم يا عيل، ترى يجرثم هذا فار.
هذه ياسمين صبري صح؟ والله حلوة يا جبت لكم خبر جديد، ترى هي زوجة تطلقت، يعني اللي لونية ترى تطلقت. طبعا هذه مهرة راح يكون أغلى من مهر الأميرة اللي دفعوا جوي، مدري جوري كذا اسمه. طبعا انا احب لبس الحجاب هذا، اول حجاب نفسه انا احبه. يا بس دقيقه انا ودي اسولف شيء، بس خليني اتاكد من شيء. 2000 years later. اوكي خلاص تاكدت من شيء. يا ايش هذا؟ انا احس هذا المقطع هو الشيء الوحيد اللي قدرت تسويه، فاي غنيه ركب عليه يا رجال مفارقه. انا ودي افهم، ما عليكم من لبستها الزباله، بس يا اخي ودي افهم شيء، يعني البنات اللي يصورن ليش يصورنها؟ يعني ايش الهدف؟ انا ودي افهم، يعني الهدف 200 ألف لايك؟ والله لا صور وانا لفاتل. فعلا احلام اليقظة هذه فجأة صارت تعمل بيت بو، ايش صار؟ هذه صاحبة وائل، طبعا وائل انا شخص ما اطيقه لانه احس هو وياه نفس الجنس. وائل بلا شكاوي مو ناقصتك. ما حرفيا ما فهمت اي شيء، بس يا اخي اختك ضايقه طلعها. طبعا ما طلع خواتي، بس لو طلعها انت انا تختلف. العيال اللي قهرك انه في ناس مسمينها ماما حيفاء. الجدي باختصار شو الجدي؟ الجدي واحدة من الاثنين، اما ان يكون الجدي هو ولد العنز الصغير او انه مقصود فيه جدي، فهمت؟ يعني جدي انه هاي هيفاء وهبي كبيرة في العمر فعلى دور جدي، فيقول لك انه يعني على ايام جدي باختصار كذا كانت السوالف، اتوقع كذا. تعرفون يا عيال، ترى اكتشفت انه البنت اللي تسوي عملية تجميل ترى بس عيالها يطلعون نفس الأصدار القديم. طبعا ما علينا، بس انه عملية التجميل لا تجوز شرعا، ما تجوز كيفك. طبعا انا ودي افهم شيء واحد بس، يعني اللي يشرع التيك توك السوالف هذه انا ايش مستفيد يعني؟ ها يعني هذا اسمه يوتيوبرز نيوز، انا ايش مستفيد؟ ما ندري. صراحة أنا ما أدري إيش قاعد أتابع المقطع هذا، بس أحس إنه رهيب. طبعا حرام إنه تتمكنش تطلع حتى لو كان برجر، بس إذا كان عرس عادي. طبعا يا عيال أنا كادي كنت أكره كره مو طبيعي، بس الحين صارت عندي من أفضل تيك توكرز بعد ما كلمة خلص. بتحجب مو مثل بعض الناس، شرفي وشرفك. هذا شو مسويه يا اخي؟ اللي يبعد من هنا او اللي هنا، ذاك اليوم قاعد اشوف بنات صغار اولى متوسطه ما اعتقد مسويه هنا خشمه ثور
ثور انتي شوكم هذا اللي تتحفل هذا ورب الكعبة شين اقسم بالله العظيم شين تكون داخله بين شاري يجي كل وجه حديد ها مدي شو تقومين اصلا كي ننصح خويا حتى يصلح بيبتو حتى ننصحك صلح بيبتك كو بديش احسهم يجي يسولفون طبعا انا احبهم مره طبعا انا بالنسبه لي ما افرق بين التوانسه والمغاربه والجزائريه بالنسبه لي كلهم لهجتهم واحده وكلهم مفهم عليهم ف الى هنا كانت الحلقات شاركوا واشتركوا وسبتي مجد على صندوق استبن عليها كامل تابعوني على سناب شات وصلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واذا عجبتكم الحلقه حطوا لايك اذا ما عجبتكم حطوا لايك تقولوا تحت في التعليقات ليش ما عجبتكم مع السلامه.